قلنا زمان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ادنا له بركة في صحة وبركة في مال وبركة في ولد ومش عارف ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ايه ليه؟ ام قال لك لان الله حين يريد ان يعاقب واحدا على قدر جرمه مع اخيه الانسان في الحياة الدنيا يعمل فيه ايه؟ ان اخذوا كده من اول حاجة تبقى الاخذة لينة، انما يروح ممليله بقى زي اللي مسك واحد كده وعمال بيقير يتشكلوا يا بعض امسكوا ايه علاه كده، هو علاه ليدلله ولا علشان يبقى الهدر هدر جامد؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى.